وللمزيد اكثر ينضم الينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في كويتي جروب. اهلا بك استاذ رائد. استاذ رائد، كما اشرت قبل قليل الى حزمه الانفاق على البنيه التحتيه التي يعني تحدث عنها الرئيس بايدن، تحدث تقريبا عن 4 تريليونات دولار. توقعاتك لهذه الحزمه يعني خصوصا مع التفاؤل حيال هذه الحزمه؟ يعني نحن في عندنا نقطة مهمة جدا اللي هي دخول بايدن بحزم التحفيز. نعم. مبدأ التحفيز القوي المالي الذي يتم اتباعه من قبل السياسة أو الإدارة الأمريكية الجديدة هو مبدأ مطلوب جدا، لأنه نفذت نوعا ما الحلول من ناحية السياسة النقدية بعد برامج التيسير الضخمة وإضافة لأسعار الفائدة المتدنية. إذن الحل الرئيسي والذي هو سوف ينقذ نوعا ما الأوضاع حاليا فيما يتعلق بإمكانية عودة ارتفاعات الأسواق، ولكن عودة تحسن بيانات الاقتصاد مرة أخرى وتحقيق الريكفري الكامل أو التعافي الكامل من البانديميك، يحتاج إلى أن يكون هناك يعني انفاق نوعا ما استراتيجي. ما هو الانفاق الاستراتيجي؟ اللي هو الانفاق على البنى التحتية، وليس الانفاق الذي كان في الحزمة التحفيزية السابقة واللي هي كانت عبارة عن أموال لتحفيز المشتريات أو لتحفيز الأفراد أو لدعم الأفراد بشكل مباشر. الآن مع حزمة تحفيزية أكبر وموجهة نحو البنى التحتية أو بناء البنية التحتية، سوف يعمل على أنه يكون عندي سيولة بالأسواق كافية، كذلك الأمر سوف يخلق وظائف بشكل كافي، كذلك الأمر أيضا ممكن أن يرأب الصدع اللي حققته أو الذي تنتج عن البانديميك أو الأزمة. فأعتقد ذلك سوف يحقق عودة تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وإمكانية تحقق النمو ب6% للولايات المتحدة الأمريكية، وهو الارتفاع الأكبر من 37 سنة كنمو، يعني أنه يكون في استدامة بهذا الارتفاع، خصوصا أنه العام الماضي كان في عندي انكماش بالناتج المحلي الإجمالي 2.3%. إذن الاقتصاد الأمريكي يعزز الخطوات بالتحسن على الرغم من أنه البانديميك أو الأزمة الكورونا لا تزال موجودة، ولكن الاقتصاد بدأ يتعافى تدريجيا، وهذا سوف يشعل مستويات التضخم قريبا وعاجلا جدا بالارتفاع، وقد يحقق عودة ارتفاعات أسعار السلع وكل شيء مقيم بالدولار الأمريكي، سوف يضغط أكثر على أداء الدولار الأمريكي بالفترة القادمة. نعم، يعني في ظل هذا التفاؤل الذي تحدث به، يعني كيف تقيم أسعار أو تحركات الدولار خلال هذه الفترة، خصوصا أن الدولار نتحدث عن يعني دولار قوي؟ 100% الأداء الأفضل للاقتصاد يعكس قوة في الدولار الأمريكي، ولكن عندي أنا برامج تحفيزية. البرامج التحفيزية هي عبارة عن depreciation أو انقاص أو اهتلاك من قيمة الدولار الأمريكي، لأنه أنا عم بضخ سيولة موجودة في الأسواق وأوفر سيولة رخيصة كذلك الأمر للشركات، وكذلك الأمر عندي أسعار الفائدة بأدنى مستوياتها، بالتالي أدفع بمزيد من السيولة حتى من قبل المستثمرين وليس من الدولة فقط إلى الاستثمار، وهذا ما يحقق العودة والارتفاع. ولكن كدولار أمريكي ممكن أن يكون معرض لمزيد من الضغط مع حزمة التحفيز هذه 4 تريليون التي يتم ضخها، وتمديد إبقاء أسعار الفائدة متدنية لبعد 2023، وهذا متوقع بشكل كبير، بالتالي يضغط ذلك على أداء الدولار الأمريكي بالانخفاض. ولكن نقيم أداء الدولار الأمريكي أمام عملات أخرى، هذه العملات لا تزال تعاني، بالتالي أداء الدولار الأمريكي مقابل اليورو أو مقابل الجنيه الاسترليني أو مقابل يعني بعض العملات بنلاقي قوي بالمقارنة مع هذه العملات، ولكن ضعيف أمام عملات السلع كالدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. طيب، في ظل قوة الدولار التي تضغط على الذهب، ما المستويات المتوقعة للمعدن الأصفر؟ هل ممكن أن يتجه لنقطة دعم جديدة؟ يعني أعتقد المحرك الرئيسي لأسعار الذهب هو عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى بنتيجة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وبنتيجة البرامج التحفيزية الضخمة، ذلك سيعزز ارتفاع كل السلع وليس فقط الذهب، بالتالي ممكن تعود أسعار النفط للارتفاع، الذهب للارتفاع وباقي السلع التصنيعية، لكن السلع التصنيعية تختفي الأضواء حاليا نتيجة أنه التفاؤل بعودة الطلب وارتفاع الطلب في الفترات القادمة، بالتالي بيكون في عندي ارتفاع. شفنا البلاديوم والبلاتينيوم اللي هن بيدخل بعمليات تصنيع أكثر بالارتفاع، حتى الفضة تراجعاتها أقل من الذهب. نعم، أيضا أبرز ما تراقبونه من اجتماع أوبك بلس يوم الخميس المقبل، يعني هو ما يتم التعهد به من تخفيضات إضافية، هل سوف يستمر التخفيضات الطوعية الإضافية من قبل السعودية وبعض المنتجين؟ أعتقد هذا
عامل مهم لدعم أسعار النفط للبقاء على الأقل فوق مستويات 60 دولار للبرميل بالنسبة للخام غرب تكساس. نعم مستويات 60 مستويات 60 استقرارنا فوقها هو يدعم إمكانية عودة إلى مستويات 70 إلى 74 دولار إذا ما تحفز عندي مستويات التضخم بالارتفاع وهو وارد جدا خلال الفترة القادمة. أستاذ رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب شكرا جزيلا لك. شكرا لك.